بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 200 على 1. الآية الأولى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معلش أنا ما أعتب عليك أنك سألت، لا، بس أقول ما ينبغي لك ولأمثالك أن يكونوا رأيا في فهم آية إلا بعد أن يسألوا أهل العلم. فهنا الذين يحادون الله ورسوله والمقصود بهم المشركون، لا يقصد به الولد مثلا الذي ضربت به مثلا أنه تارك صلاة. مش ولد، أنا مقصود طفل. نعم، مقصود طفل. أنا ولد طفل، ما بقصد طفل يعني ولد، إنسان مكلف. لا أنا أقصد معك أي تارك الصلاة، أنا بقول هل بتقصد أنت الولد؟ ما قصد ولد صغير، أنت ذكرتني الآن بحديث والشيء بالشيء يذكر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أركبني، يعني بده دابة تحمله أمامه سفر. قال للمختص بالإركاب: أركبه يا فلان ولد الناقة. قال: يا رسول الله وهل يحملني ولد الناقة؟ قال له: وهل الناقة إلا ولد الناقة. فكلمة ولد في اللغة العربية لا تعني معناها صبي غير بالغ. معليش يمكن أنا غلب علي الفقه الحديثي هذا، فأنا قلت الولد يعني ولد الابن ولو كان مكلفا، وإنما المقصود هنا الذين يحادون الله يعني يعادونه ويعلون عداءه. فلا ينبغي للمسلم أن يوادد ويحابب هؤلاء، فما في إشكال. أما إذا كان هناك والد ابتلي بولد، أعيد كلمة ولد، ولنقل الآن توضيحا ولد بالغ مكلف لأنه لا يصلي، فما ينبغي أن يعاديه، لكن ينبغي أن يناصحه وأن يلتزم دائما إيش توجيهه وتذكيره، ولا يكون كما يفعل اليوم الآباء بيترك الأبناء كما يقولون بيرخولهم إيش الحبل على الغارب وبيخلوهم يمشوا ويغربوا ويمشوا على كيفهم ويروحوا السينمايات وما يجوا لنصف الليل لآخره. هذا لا ينبغي، كما أنه ليس هذا معناه أنه إيش يعادوك ويحاربوك، كما لا أن يعتني بالولد وأن يسعى دائما لتوجيهه، كما تعلمون من قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والآية الأخرى: مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إيش معناها؟ صلي، وهذا الأمر أيضا لا تقول الله أنا أمرته ما في فائدة، لا، صبر عليها على الصلاة وعلى الزوجة. نعم صبر عليها، صبر على الصلاة طبعا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالشاهد أن الأمر ينبغي أن يتكرر من الوالد لابنه حتى يشعر بأنه الولد هذا تأثر بنصيحة والده، لكن لا ينبغي معاداته. لم أقصد أن يكون صريح، إذا كان الابن بارك الله فيك فمن باب أولى الآخرون كله. سؤال صحيح، الأخ سأل سؤال عن العمة أقرت منكر فتم إقرار مقاطعتها. لا، هذا شيء آخر. لنا أنت ما عم تسأل بارك الله فيك عن المقاطعة، عم تسأل عن الآية الموادة والمحاببة. المقاطعة وسيلة في الإسلام تأديبية، المقاطعة في الإسلام وسيلة تأديبية. أنا قلت للرجل: نعم ما فعلت فعلا،
لأن ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا الابن زنى والأم أقرته على الزنا وما أنكرته، والولد هذا ما أدري شو بيكون هو بالنسبة إلى عمتك لوت فأقرها أيضا، معناها راح يصيب المسلمين ما أصاب اليهود، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالمقاطعة هي وسيلة تربوية شرعها الرسول عليه السلام مع خيرة من خيرة أصحاب الرسول عليه السلام، وهم الثلاثة الذين خلفوا. تعرف هذه القصة يمكن في القرآن الكريم؟ طيب، حيث أعلن الرسول عليه السلام أنه سيتوجه للغزو للجهاد، فثلاثة منهم تأخروا وانشغلوا وفعلا تخلفوا، وأحدهم اسمه كعب بن مالك كان من خيرة أصحاب الرسول عليه السلام. بعد أن رجع الرسول من الغزو ندم على ما فعل، وهو كل يوم بيقول ها اليوم بروح اليوم بروح اليوم بروح وشغل. فلما رجع الرسول عليه السلام وجاء المتخلفون وفيهم كثير من المنافقون، كل واحد يقدم العذر والرسول يقبل العذر. بيقوله عن نفسه هذا لما جئت لعند الرسول عليه السلام، قال له والله يا رسول الله إني لا أعلم أنني أوتيت نطقا وكلاما، أنني أستطيع أن أقول كما قال الآخرون، ولكني أعلم أيضا أنني أخشى أن أقول خلاف الواقع فيفضحني الله تبارك وتعالى. فأقر الرجل بأنه تخلى، فأمر زوجته بأن تذهب إلى دارها دار أهلها، وأمر الصحابي بأن يقاطعوا هو اثنين آخرين ممن تخلفوا، وهكذا 50 يوما. وبيحكي هذا الرجل كعب بن مالك الحالة النفسية التي أصيب بها كما عبر الله عز وجل، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني كان يهم أنه يطلع لجبل ويلقي نفسه، كل ما شاف شاهد السلام عليكم السلام عليكم ما حدا برد عليه السلام، لأن الرسول أمره بالمقاطعة. فكانت هذه المقاطعة السبب لتزكية نفوس هؤلاء وندمهم على ما فعلوا بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل التوبة عليهم. فالمقاطعة أمر مشروع مرغوب في الواقع، ولكن فيها دقة ويجب أن توضع في مكانها. والناس أيضا هنا ككثير من المسائل ما بين إفراط وتفريط، اسم المقاطعة اليوم لا ذكر لها على ألسنة الخطباء والمدرسين. ليه؟ لأنه أنا بقول في كثير من الأحيان لما أسأل بقول يا أخي إذا بقاطع الناس كلها معناها بدك تروح إيش؟ تنزوي على رأس جبل ولا تخالط الناس، لكن بدك تصبر بدك تصبر. لكن لما بيكون العلاقة بين شخص وشخص قريبه فهنا المقاطعة يكون لها تأثير، أما مقاطعة الناس كلها هذا لا يمكن. لذلك قال عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. تفضل، ما تكون نسيت سؤاله. تفضل. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، يقول ذلك صاحب الطحاوية بالنسبة للقرآن الكريم، يقول والقرآن على الألسن مقروء وفي الصدور محفوظ إلى آخر قوله، يقول وهذا الشاهد إن شاء الله، يقول وقولنا بالقرآن مخلوق. يقول الحكمي عالم العلماء السعودي رحمه الله، يقول من قال قولي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ومعلوم اثنين عقيدتهم السلفية الحمد لله ومن العلماء الأجلاء، فما القول في أقوال العلماء؟ يختلف الأمر أخي بين القصد، وهذا الخلاف في الواقع وقع بين الإمام البخاري إمام المحدثين
والإمام الذهلي أيضا من كبار أئمة الحديث في بخارى، حتى قام الذهلي عن البخاري واضطره إلى أن يهجر بلده. المسألة فيها دقة من حيث التعبير، وما كنت أحب أن يلقى مثل هذا السؤال في مثل هذا الجمع، لأنه أشبه ما يكون الجواب بالفلسفة، وقد بقى يشرد بعض الأذهان عن مراد بهذا الكلام، فيقع المحذور هل يقول أنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، اتقى هذه المشكلة نفسها. لماذا قال الإمام أحمد هذه الكلمة وغيره؟ لأنه هذه ذريعة ليقول القائل أن القرآن مخلوق، ذريعة خطوة. أما التدقيق وهو الذي عناه البخاري، أنه أنا تلفظي أنا، فأنا تلفظي حادث بلا شك، وأنا أتلفظ بالقرآن الآن فأقول ألف لام ميم، تلفظي أنا هو حادث مخلوق، لكن لما بقول أنا لفظي بالقرآن مخلوق قد يفهم بعض الناس أن القرآن نفسه إيش هو المخلوق. ولذلك فالإمام مالك وبخاصة أنه ذاك الزمن كان زمن الصول والدولة للمعتزلة، فأراد الإمام مالك قطع الإمام أحمد قطع جابر كل وسيلة يؤدي إلى تأييد الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك. وإلا إذا عرفنا قصد المتكلم كما أقول أنا الآن، لفظي أنا لما أقول أنا ألف لام ميم، لفظي أنا هذا مخلوق لأني أنا مخلوق، لكن الله الذي تكلم به فكلامه غير مخلوق، هذا هو المقصود يعني. نعم. لو أن إنسانا لبس الطفين على طهارة ثم انتهت مدة المسح وهو على وضوء، قال بعض الفقهاء يلزمه غسل القدمين، وقال بعض الآخر فهو على وضوئه ما لم يحدث، هو القول الأخير، هو على الوضوء ما لم يحدث، أي انتهاء المدة لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء، كما أنه خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء. نفس السؤال مع الشيخ، هو لبس الخف أحدث توضأ من جديد فمسح على الخفين، انتهت المدة أو خلع الخف، هل يحتاج وضوء آخر جديد؟ ما فهمت. لبس الخف على وضوء على طهارة كويس، هو لبس الخف أحدث بحاجة إلى وضوء، توضأ فمسح مسح على الخفين، انتهت مدة الخف أو أنه شلحه بأي طريقة، هل يوجب عليه هنا أن يتوضأ من جديد؟ انتقض وضوء ولا ما انتقض؟ ما انتقضش بس شرح هي سبق الجواب، ما انتقض وضوء، مو كان متوضي ونزع الخفين قبل ما ينزعهم، انتقض وضوءه وتوضأ وهو لمسهم ومسح عليهم، خلاص بعدين خلعوا إيه؟ لا يزالوا على وضوء، قلنا لا ينتقد إلا بخروج ناقد منه للوضوء، خلع الخفين أو انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء. على آخر في معاملات البيع والشراء يا أستاذ، درست في هذه الأيام البيع أحيانا يكون البيع إلى أجل مسمى، وأحيانا يكون هذا الأجل طويل، تعرف مقابل هذا الشيء نأخذ شكاء، تمر على الإنسان ظروف يكون في حاجة إلى أشياء نقدية، إذا جاء صاحب هذا الشك وعرض على الذي أعطاه الشك أن يخفض قيمته مقابل أن يأخذ نقدا نقدي، أو العكس إذا أحس صاحب اللي أعطى الشك إنه هذا الإنسان اللي معه الشك بحاجة إلى فلوس وساومه على الشك إنه عطيني الشكات اللي معك وخصم لي منهم كذا، هل هناك فرق بالحالتين؟ وإذا بيع الشك إلى إنسان آخر غير صاحب الشك، صار عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى أنا الذي أملك الشك عرضته على الإنسان الذي أعطاني الشك، الحالة الثانية أن الذي أعطاني الشك هو الذي عرض علي
المبلغ من المال مقابل الشك. الحالة الثالثة هي أن إنسان آخر لا سل له بالشك قال أنا أشتري الشك بأنقص من قيمته. بأنقص من قيمته في كل في كل حال بأنقص من قيمته. أين يعني صور الثلاثة العلة فيها هل هو أنقص من قيمة الشك؟ أنقص من القيمة. نعم. طبعا هذا لا يجوز إطلاقا لأن هذا ربا. لا يجوز أن يباع السند هل قيمته 1000 ب900 مثلا لأن هذا شراء النقد بأقل من قيمته وهذا هو عين الربا. ولكن الذي يجوز يجوز لصاحب الحق أي لمالك الشيك أنه يتنازل عن حقه عند المدين فبده منه 1000 مثلا بياخذ منه 900 بدل 1000 هذا يجوز. أما بطريق البيع والشراء بأقل فهذا لا يجوز. إذا كان المدين هو الذي عرض يعني الإشعار أني أنا بحاجة أي نعم. إلى نقود وتغمني على السك هل هذا تشبه الحالة الأولى؟ المدين هو هل اللي ساومني على الشك؟ معليش هو ساومك مساومة ولا هو لا يستطيع أن يفي ما عليه؟ لا هو يستطيع. فإن كان مساومة فلا يجوز. هو يستطيع لكن الشك إلى أجل. فاهم؟ أيوة. أنا أجبتك إذا كان هو لا يستطيع الوفاء فبريد الدائن يخفض فله ذلك. أما إذا كان بريد يساوم ويتاجر يعني يشتري الأقل بالأكثر بالأقل فهذا لا يجوز. الصور كلها واحدة يعني سواء كان المدين أو غير المدين كلها واحدة ما دام القصد شراء الأقل الأكثر بالأقل. أما المدين له علاقة خاصة به إذا عجز مثلا أو ضاق ذرعا بالوفاء بالألف فإجا صاحب الحق قال له يا أخي أنا بتنزل لك عن 100 ووفي لي 9 أيوة. هذا يجوز. أما مرابحة وتجارة فلا يجوز. نعم. خلو رجل عفوا كيف؟ خلو رجل يعني أن خلو رجل نعم خلو رجل بارك الله فيك له صورتين. التعبير هذا ولو أنه تعبير عامي لكن إما أن يكون معناه متحققا أو غير متحقق. وذلك دار أو عقار لم تسكن بعد لا يصدق فيها هذا التعبير خلو رجل لأنه ما داستها قدم. واضح؟ فإن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز قولا واحدا. لكن أنت في دار أو في عقار وهو طريق أو سبب للاكتساب الرزق الذي كتبه الله لك يأتي إنسان بيعرض عليك أنك تخليل هذا المكان هذا اسمه خلو رجل فعلا تخليل هذا المكان طبعا مقابل شيء لأنه أنت راح يصيبك شيء من العجز أو تأخر فيما إذا تركت هذا المكان وتنتقل لمكان آخر. فأنتما وما اتفقتما عليه وهو حلال لأن المؤمنون عند شروطهم. أما تبنى بناية جديدة ولسه ما سكنت ويعلن أنه خلو كذا والأجرة السنوية أو الشهرية كذا فهذا مما أصيب المسلمون في العصر الحاضر من أكل أموال الناس بالباطل. نعم. عفوا شيخنا ذكرت قضية الله يكرمك بالنسبة للإنسان أن لا يتكلم القرآن بفهمه والله تبارك وتعالى جعل القرآن عربي مبين ميسر فما الدليل على أن الإنسان لا يجوز أن يتكلم بالقرآن بفهمه وخاصة القرآن عربي كما أخبر الله تبارك وتعالى؟ هذا سؤال جيد. أولا يا أخي يجب أن لا ننسى أن كثيرا من الأعاجم استعربوا وأكثر العرب استعجموا. صحيح؟ فقولك بأنه نزل لسان عربيا صدق الله
لكن وين العرب اليوم؟ العرب نسوا لغتهم ونسوا عاداتهم ونسوا تقاليدهم، وما بقى منهم إلا يعني النذر القليل مما كانوا عليه من قبل. هذا أولا. ثانيا، وهذا يقال حتى بأهل العربية سليقة وأهل العربية اكتسابا، القرآن له لغتان: لغة عرفية أي اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وأخرى لغة شرعية أي اصطلح الشارع عليها، ما كانت العرب من قبل تعرف لبعض الألفاظ معانيها. مثلا أقيموا الصلاة، الصلاة في اللغة التي نزل بها القرآن هي الدعاء، لكن الصلاة في لغة الشرع تعرفوا لها أركانها، لها واجباتها، لها شروطها إلى آخره. فلو أتينا برجل مستشرق استعرب وعرف اللغة العربية وآدابها وكل أساليبها، لكن لا يعرف من اللغة الشرعية شيئا، وقرأ أقيموا الصلاة، ما رح يفهم كما نفهم نحن معشر المسلمين اليوم أن الصلاة لها ركوع لها سجود ولا تشهد، ويقرأ في الركعة الأولى كذا والأخرى كذا إلى آخره. ليه؟ لأن هذه لغة خاصة، لغة شرعية. وليوضح هذا بعض الأحاديث الصحيحة. مثلا قال عليه السلام ذات يوم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ طبعا بيعرفوا من المفلس. قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة ولو حسنات كأمثال الجبال. يأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إذن المفلس في اللغة الشرعية له معنى غير معنى هذه اللفظة في اللغة العرفية العربية. كذلك مثلا قوله عليه السلام: أتدرون من السرعة؟ قال: السرعة الذي يصارع الناس فيسرعهم. أو قال لهم: أتدرون من الشديد؟ قال: لا، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هذه المعاني لا يمكن أن يفهمها العربي الأصيل إلا إذا كان معتمدا على أحاديث الرسول عليه السلام التي تعتبر بيانا للقرآن، كما قال عز وجل فيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. حتى الصحابة أنفسهم وهم العرب الأقحاح أشكل عليهم آية في القرآن الكريم: فاكهة وأبا. نعم، فاكهة وأبا. لا، أي تبع أبو بكر الآية. أظن في سورة لقمان: إن الشرك لظلم. لا، مو هذا، مو هذا، مو هذه الآية. هو الرسول أجاب بها الآية. في آية في القرآن الكريم ذكر فيها الظلم إذا كان فيكم قارئ مقتصد النفس والظالم. كيف؟ أنتم مقتصد ومقتصد الخيرات وأنكم ظلموا لنفسي. لا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أنت جبت الآن. قالوا: يا رسول الله، إذا كلنا هالك، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس ذاك، ألم تسمعوا قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهي الآية فهمها أصحاب الرسول
ما خالط إيمانهم ظلم، أي من ظلم الناس بعضهم لبعض، وهم الصحابة. فالرسول فسرهم إياها بآية لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فإذا لا يمكن لإنسان ولو كان عربيا أصيلا أن يستقل بفهم القرآن إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. خايف لأخ لي بلغ من العمر سن كبير ولا يصلي ولا الله أكبر. الله أكبر. فبقول له: يا أخي بلغت من العمر والله سبحانه وتعالى منعم عليك صحة ومال وكل شيء، لماذا لا تصلي؟ قال: كيف أصلي وأنا قاتل؟ قتل أثناء وظيفته. وهذه عنده كعقدة دائما، كيف أصلي وأنا قاتل وأنا عارف حالي إلى النار؟ فأفدني بماذا أجيبه. سامحه الله، هاي مشكلة الجهل. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا هذا الإنسان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: الندم التوبة. فإذا كان هذا كما تنقل عنه ندم على قتله لذاك الإنسان فهذه توبة، فلماذا لا يصلي؟ أنا أخشى ما أخشى أن يتخذ الذنب الذي وقع منه مرة في حياته تبريرا لآثامه وذنوبه المتكررة وهي مثابرته على ترك الصلاة. سألته كيف حدث القتل؟ قال: كنت في الجبهة في زيارة لبعض المواقع، كان في مركز رئيس، وأحسست بإحساس الجندي أننا أصبحنا مستهدفين لقذائف العدو. طلبت من آمر السرية الموجودين أن يأمر أعضاء السرية بالتفرق فأبى، فما كانت هي إلا لحظات حتى سقط عليهم القذائف، وكان نتيجتها أن قتل من السرية 16 واحد. قائد السرية ومعاونه كانوا سليمين. فبقول له: هذا جزاء مخالفتك للأوامر. مع الوضع الحرج اللي كانوا موجودين فيه، قائد السرية شتمه، فلما شتمه كمل عليه وقال له: نعم مع اللي قتل. هذا القصة اللي هو رواها. معليش بس هذه الصورة يعني ما بتنجي من اسم القتل، وإن كان يعني قتل من نوعية غير نوعية الاعتداء المباشر. لكن على كل حال أرجو أن تقول أنك فهمت الجواب، أنه لو واحد قتل إنسان ظلما وبغيا وعدوانا دون أي تأويل كهذا التأويل الذي تنقله عن صاحبك هذا، لو قتل هكذا عامدا متعمدا عن سابق عزم وتصميم، فهذا إذا تاب إلى الله عز وجل قبل الله توبته. أنا أرجو أن تنقل ما سمعت. أنا أخشى ما أخشى أن يتخذ هذا القتل ولو بهذه الصورة وسيلة له أن لا يصلي، فيتخذ الذنب وسيلة لذنوب متراكمة عليه. أما أنت تب إلى الله عز وجل والله عز وجل يقبل التوبة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهكذا تبلغه إن شاء الله.
غيره في شيء قدر الشيخ في 3 يتامى يعني 2 فيهم يعني استعداد للتعليم والثالث ما فيش إجابة فيه يعني فيعني أرجو من شرفك الخير الثالث ما عنده استعداد غيره في شيء قدر الشيخ في 3 يتامى يعني 2 فيهم يعني استعداد للتعليم والثالث ما فيش إجابة فيه يعني فيعني أرجو من شرفك الخير الثالث ما عنده استعداد للتعليم ما عنده طيب ايش السؤال يعني هل يبقى عليه مثلا زم علمتوش علمتين وما علمت الثالث وانت بتقول ما عندوش يعني انت يعني بتقول دخلت المدرسة اثنين انا بحاول في الثالث علشان يمشي في التعليم مش عايز يمشي ابدا ما انت عامل واجبك وبس ما عليك اذن نعم التاج ده اليوم مع بعض الاخوة ذكرنا النصارى واليهود والكتب السماوية فقلت لهم انا ما اعرفه هم كفرة فقال هم اصحاب كتب سماوية قلت له نعم هم اصحاب كتب سماوية ائتني بالكتاب الاصلي لانه الاسلام جب ما قبله هل هذا كلامي خاطئ او كان صواب الصواب يقابله خطأ مش خاطئ خاطئ يعني المذنب لا يعني أنا عارف يعني عارف أنا أخطأت في إيه نعم أنا بقول أخطأت بعضا وأصبت بعضا لأن قلت هات الكتب السماوية التي أنزلت ما في حاجة لو كانت موجودة كما أنزلت فقد نسخت بشريعة محمد عليه السلام الكلام الأخير تبعك هو الصواب يعني شريعة الإسلام نسخت الشرائع السابقة حتى لو كانت كما أنزلت وكيف وهي محرفة كما أنت أشرت في كلامك وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ذات يوم في يد عمر بن الخطاب صحيفة يقرأ فيها قال ما هذا قال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود فقال عليه الصلاة والسلام مغضبا أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فلو كانت صحف إبراهيم موسى كما أنزلها الله على إبراهيم موسى بعينها غير محرفة ولا مبدلة لم يجوز لليهود ولا للنصارى إلا أن يتبعوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه لذلك الآيات اللي بتعرفوها في القرآن والتي منها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فدعوة الرسول عليه السلام دعوة عامة ليست خاصة بالعرب كما يدعي اليهود قديما وحديثا وقد روى الإمام مسلم في صحيحه في أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل من هذه الأمة أمة الدعوة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي يعني بالرسول عليه السلام دعوته ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ولذلك فمن يقول أن هذون أهل كتاب فالجواب من ناحيتين أولا أهل كتاب محرف وثانيا كما سمعت أخيرا لو كان غير محرف لوجب اتباع الرسول لأن موسى لو كان حيا لوجب عليه اتباع الرسول عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة الإسلام
لأن شريعة الإنجيل ألغيت ونسخت بشريعة الإسلام. نعم. هنا في هذه الأيام شيء مستبع أو عادي لما إنسان بكل الإنسان يعني عن طريق الحسد كم بقول له دقع الخشب، هذه إلها تفسير عنا في الدين. إيش أي والله أنا ما سمعت هذا اليوم هاي. الإنجليز بقول فتح الوقت يعني. أيوة فعلا هو دقع الخشب اللي أنا سمعته من بعض الإخوة يقصد فيها الطليق. أنا لأول مرة أسمع هذا الكلام. على كل حال باب التشاور والتفاهم. نعم. عفوا الأستاذ، بالمقابل نتكلم عن أهل الكتاب، هل يجوز للمسلم أن يعمل عند أهل الكتاب كما صار أو يهود هذا؟ وإذا أمروا بمعصية الله مثل واحد في رمضان يعمل عند واحد نصراني أمر بالمعصية بعمل يعمله وهو أو شيء، هل له أن يخالفهم حتى لو أدى لترك الأعمال؟ طبعا يجب عليه ذلك، ولذلك قلت لك أردت أن أقول لكن أنت تابعت في السؤال، المتابعة أوضحت السؤال ولم يبقى مجال للسؤال لأنه واضح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأردت أن أقول يجوز للمسلم أن يعمل عند النصراني وعند اليهودي إذا كان عمله مشروعا جائزا في الشرع، أما إذا كان عمله مخالفا لدينه فيجب أن يستقيل منه بأول لحظة. أما من حيث جواز العمل عند غير المسلم فعندنا بعض الأحاديث أن علي رضي الله عنه عمل عند يهودي يوما مقابل كل دلو ينضحه من البئر بتمرة، يسحب له دلو من بئر بتمرة، الذي عمل هو علي بن أبي طالب وصاحب العمل هو يهودي، يجوز هذا. أما بيقول له بدك ما تصلي مع الجماعة كما يفعل كثير من المسلمين اليوم فضلا عن يهود النصارى، كثير من الإخوان المصريين بيسألوني هذا السؤال، أنا أعمل في المطعم أعمل في شركة لا يسمح لي أن أصلي صلاة الجماعة في المسجد، بل لا يسمح لي أن أصلي صلاة الجمعة في المسجد، وقل له يجب أن تشترط عليه أنك حر تصلي كل الصلوات لما تكون عنده في المسجد وبخاصة صلاة الجمعة، فإن أبى قل له السلام عليكم أترك العمل ورزقك على الله. أظن انتهى جواب السؤال. صاحب هذا السؤال واضح؟ واضح. في عندك شيء؟ اللي سألك إياه مؤخرا. ها؟ حتى نوضح. على نفس السؤال هذا لا. ها. لكن على الإجابة القديمة، يعني من سمع بي ولم يتبعني دخل النار. إي نعم. ولكن من لم يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم. ها. الجواب الجواب في الحديث. الجواب في الحديث. الحديث كما يقول علماء الأصول له منطوق وله مفهوم. منطوقه وسمع به، مفهومه ولم يسمع به ما يدخل النار. أي في كل عصر وفي كل مصر يوجد غير مسلمين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو بوذيين أو دهريين أو أي شيء غير مسلمين، هؤلاء يدور أمرهم بين واحد من اثنتين لا ثالث لهما، إما أن يكون بلغته دعوة الرسول عليه السلام أو لم تبلغه، فإذا بلغته عرفت الجزاء من نفس الحديث، وإذا لم تبلغه فليس له هذا الجزاء. هذا هو الجواب عن سؤالك. ماشي؟ هذا جزاء. ماشي؟ ماشي. ولا في شيء؟ لا، ما احنا نسأل عن المصير، هل يجب أن يكون متبع دين معين إذا ما وصلش دين الإسلام؟ هل يحاسب على أعماله الشخصية؟ أو يعني يصل إلى معرفة الخالق أو وحدة الخالق؟ أنت يا أستاذ الحقيقة بيكون في ذهنك
أسئلة كثيرة جدا، بالظن لما بتوجه سؤال واحد لازم يكون هذا متضمن لكل أسئلة. أنت كان سؤالك وإذا لم يسمع إجاك الجواب، الآن تيجي بتقول هل يحاسب هل كذا هل كذا إلى آخره، كل سؤال له جواب. ما في عندي مانع أي إنسان مثل سؤال، وفي مطلع هالجلسة قلنا هل اللي عنا جوابه بنجاوب، وإلا وكلنا العلم إلى الله عز وجل. لكن لازم يكون سؤال واضح. سؤالك أولا قال وإذا لم يسمع، أخذت الجواب. إذا لم يسمع لا يكون له هذا الوعيد، ماشي معليش. لكن بقى في سؤال ثاني، هلا حدد لي أنا جوابك عليه. شو سؤالك الثاني؟ ناس لم تصلهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن أهل أسكيمة في أي مناطق العالم، هو قلنا نحن حسابه هنا يتم، نعلم أنه هنا من خلط إن لا تهاب الرسول. هل الجماعة هون يتبعوا دين معين؟ إذا حسب مثلا تبع نصرانية يحاسبوا على دين النصرانية؟ يا أخي سبق اليوم بارك الله فيك، إما سمع بالإسلام أو لم يسمع. إذا سمع بالإسلام ولم يؤمن فهو في النار، إذا لم يسمع فليس في النار، أي لا يحاسب هذا الحساب الذي يحاسب عليه من سمع. بارك الله فيك. يحاسب يعني لا لا اسمح لي شوي، لأنه أنا شاعر أنه ما أخذ الجواب. ما طول، ما دام أنه لم يسمع بالرسول عليه السلام فهو ليس بالنار. فسؤالك الآن شو هو؟ هل يحاسب؟ كيف يحاسب وهو لم تبلغ الدعوة؟ احنا نعلم او من خلال قراءة التفسير ان الطفل الصغير يحاسب. كيف يحاسب؟ يمتحن في كذا تفسير، يعني قرآن التفسير انه الانسان طفل صغير اذا ما كان طفل غير مبلغ سنتين او خمس سنوات عمره او اقل او اكثر تحت التبليغ، انه يمتحن يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى. ايوه، وبعد الامتحان شو بيكون؟ يقرر إما جنة أو نار. لا، إذا أطاع أو أخالف. لا هذا مو صحيح، هذا ما قرأت. لا هذا مو صحيح، عن وعد الله. ما تقرأ معي قوله تعالى هي علمه عند الله، هي علمه ضاف في القرآن. شو بيقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم؟ ألحقنا بهم ذرياتهم. مين بيجيب الآية؟ أبلي الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بهم. ألحقنا بهم ذرياتهم وما رأيتهم يعملين. وينك بقى أنت؟ هاي الآية شلون بتقول أنت أن الأطفال الدون يحاسبون؟ قرأنا في تفاسير كثيرة الصحيحين. لا لا بارك الله فيك، هاي الآية عندك صريحة. أخوة مش أنتم بشغلة هاي نم قرأوا الموضوع هذا. لا ما قرأوا الموضوع، قرأوا موضوع ثاني أنا أقول لك عنه شو هو. أطفال المشركين، أطفال المشركين هذا الموضوع اللي قرأته. أما أطفال المسلمين ألحقنا بهم ذرياتهم، نكر هذا ما في إشكال أبدا. أطفال المؤمنين ملحقون بآبائهم، حتى في أشياء لها فضيلة كبيرة جدا جدا، وما أدري كيف يعني ما مريت عليها. قال عليه السلام ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أي التكليف إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. وليس هذا فقط، يعني مو انه ما بيدخلوا النار وهم ملحقون بابائهم، بل يكونون شفعاء لابائهم. جاء في صحيح مسلم ان الاطفال الصبيان غير البالغين يقفون عند باب الجنه ويبكون، فيرسل الله اليهم جبريل عليه السلام، سلهم ما بهم وهو أعلم ما بهم ربنا عز وجل، فيأتيهم ما بالكم؟ قالوا لا ندخل الجنة إلا وآباؤنا معنا. فيقول الله عز وجل أدخلوهم وآباءهم معهم. وين بقى أنت دخلت النيون؟ طول طول بارك طول بارك. البحث اللي قرأته والله أعلم هن أطفال المشركين.
فيه ثلاث أقوال علماء المسلمين: أطفال المشركين في الجنة وهم خدم أهل الجنة، هذا قول. القول الثاني هن يمتحنون في عرصات يوم القيامة كما امتحن آباؤهم في الدنيا. القول الثالث هم وآباؤهم في النار. حتى بالمناسبة بيروا حديث وأنا أذكره لتحذيري لكم منه، أنه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها كانت متزوجة من قبل رجلا وخلفت منه أولادا، فسألت يوما الرسول عليه السلام عن أولادها من زوجها الأول الذي مات في الجاهلية وماتوا، قال لها، وانتبهوا الحديث غير صحيح: إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. هذا حديث غير صحيح. طيب معلش، بس العقل ما هو الحكم، لكن انت بقى كيف حكمت اكثر من هيك؟ وين كنت يا استاذ ابو ايش بيقولوا لك انت يا ابو محمد؟ وين كنت لك لما اعطيت ذاك الحكم؟ مدام ما بتقدر مدام ولد اثنين ثلاثه ماتوا من زوج خديجه الاول، بتقول مش معقول؟ وبعدين عقلت انه كفار كلهم اولادهم يكونوا في النار، هذا اللي مش معقول. انا القصد مش معقول الكلام الصحيح، انه هذا لم يرد في اي موضوع اخر زي هيك، انه اسمعك النار او اسمعك الجنه او اريك او ما اريكش، لم تضرد اي بس تعقل انه اولاد الكفار اللي ما اجترحوا ولا اثم انه يكونوا في النار كلهم، تعقل. انا ما اعرفش فيها اصلا، حكمش فيها انا. كيف ما قلت فيها؟ قلت هذيك ساعة أنا قلت إنه خرجت. إيه وقرأت وما آمنت. شرط إنه أمن كل ما أخذ. إيه ما لي شيء إلا ما نبي هالشيء. يعني شيخنا يعني عايش مثال وهذا بكرة كتب لك علامة. كويس. إحنا عامة ناس. وأنا شو عم أسوي هلا؟ قالك معي. تجد إحنا مين أن أهل الذكر أمة المساجد. أي نعم. تجد الإمام مسجد هون سؤال. أي نعم. تروح مسجد ثاني نفس السؤال. تمام. من هنا إجابة من هناك إجابة. والله. واحد حتى ألف بعطيك واحد بالنص. إيه والله. فانت تسالني معك اول مره بقعد في جلسه زي هيك، هاي انا بعطيك حق فيها قضيه انه هذا بتسال وهذا بتسال، بعطيك حق. لكن اللي عم تسالني يا اخي ما هن علماء، مع الاسف ما هن علماء. ممكن انا بعرف مش علماء، بعرف انه اعلم مني او إيه. مني. يمكن اعلم منه بس ما هن علماء. لكن عمد الناس بفضل. المهم يا ابو محمد خلينا نرجع نكمل بقى نحن حديثنا. اي نعم. القول الصحيح بالنسبة للأقوال الثلاثة أن الأطفال الصغار للمشركين حكمهم حكم المجانين وحكم الشيوخ الخرفانين وحكم أهل الفترة اللي حكينا عنهم، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول عليه السلام. هؤلاء جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يرسل إليهم في عرصات يوم القيامة رسولا فيأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النار وأمامهم النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن أطاع دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، تماما كما هو الشأن في هذه الحياة. ولكن ما فارق كبير، والفارق هنا يا أخوانا أرجو أن تنتبهوا، يتعلق بالمرسل والمرسل إليهم. المرسل هنا في الدنيا في عنده معجزات وعنده براهين تتناسب مع حياة المرسل إليهم المادية التي يعيشون فيها. المرسل هناك يأتي أيضا بعلامة يقتنع المرسلون إليه بأن هذا فعلا مرسل من رب العالمين. والابتلاء هناك كالابتلاء هنا ما فارق كبير.
هنا من يؤمن فسيصاب بما جاء في الحديث، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهل بده يؤمن بده يحف ويصاب بإيش؟ بنار معنوية، أما هناك فنار حقيقية مادية. لكن الرسول الذي يرسل إليهم يعلمون يقينا أن هذا من الله، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فإذا لا تكليف قبل بلوغ النذارة، لا تكليف قبل مجيء الرسول أو الدعوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا من تمام حكم الله عز وجل ورحمته بعباده التي أودعها فيما يتعلق بهذا الموضوع في قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء الصبيان من المشركين ما جاءهم رسول، لأنهم بعد ما دخلوا في دائرة التكليف. أولئك الأقوام الذين لم تبلغهم دعوة الرسول ما جاءهم الرسول، ولذلك فربنا لا يعذبهم. هذا قولا واحدا. أما يا ترى ماذا يعمل بهم ربنا؟ من كان عنده علم بالحديث الذي ذكرناه آنفا فالجواب لهم إيه؟ امتحان في عرصات يوم القيامة. فهذا هو الحق ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. تفضل يا أخي أبو النظارة، صار له زمان بيتحرك للسؤال، فلا مؤاخذة. لماذا نعبد الله؟ هل نعبد الله طمعا في الجنة وخوفا من النار؟ أيوة والله. أم هنالك شيء آخر؟ أيوة. يعني شيء فطرة الإنسان. نعم. يعني أنت سؤالك يدندن، حول ما يروى عن رابعة العدوية أنها كانت تقول في مناجاتها، أقول يدندن ما تقصد، يدندن حول هذا. في فرق بين الذي تقصده وبين الذي يدندن حوله السؤال. ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك لأنك تستحق العباد. الحقيقة أن هذه المسألة التي يعني جاءت في هذه الكلمة التي تروى عن رابعة، ولا يهمني صح ذلك عنها أو لم يصح، لأني أنا أنظر إلى المقول ولا أنظر إلى من قال. هذه كلمة خلاف الطبيعة البشرية وخلاف ما ظننت أنه الفطرة. يعني الإنسان يعبد الله على خلاف مذهب رابعة، إن صح صحة القول إليها، يعبد الله طمعا رغبا ورهبا، وهذا مما وصف الله به عباده في القرآن الكريم. ولا يمكن للبشر أن يتجرد عن الخوف من شيء عظيم رهيب مخيف، لا يمكن إلا إذا أخرج عن طور البشرية، ونحن نتكلم عن البشر. فانظر مثلا موسى كريم الله تبارك وتعالى حينما جمعه الله مع سحرة فرعون، وإذا بالسحرة يأتون بسحرهم، فإذا سحرهم يأخذ بألباب الناس الحاضرين، ومنهم موسى الذي قال عنه رب العالمين في صريح القرآن الكريم: فأوجس خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فموسى خاف من سحر السحرة وهو باطل، لكن خوف طبيعة الإنسان. ولذلك إذا كان الإنسان يخاف من سبع، من أسد، من ضبع، من سحر ساحر ما شبه ذلك، فكيف لا يخاف من عذاب رب العالمين؟ وكيف لا يطمع فيما عند الله من نعيم مقيم؟ لا يمكن الإنسان
أن يتجرد من هذا الشيء إطلاقا، فهو يعبد الله طمعا في جنته ورهبة من ناره. ولذلك جاء وصف الرسول عليه السلام لنفسه حينما ذكر لهم شيئا لا يحضرني الآن، قال قائل منهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه غير قصة أنس مالك والرهط. فقال عليه السلام: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. فإذا هو يخشى الله، فكيف نتصور إنسان يعبد الله ولا يخشاه؟ هذا مستحيل. الآن قل ما في نفسك. هو يخاف الله ويطمع في جنته. طيب. لكن هل الكون كله يسبح بحمد الله ويعبد الله؟ طيب. فهل الكون كله يطمع في جنة الله ويعبد الله وهناك جماد وهنالك حيوان؟ لا، هذا سؤال ثاني. هذا سؤال ثاني. أنت عم تقول عن الكون. هاي مشكلة. أنت عم تحكي عن عبد من عباد الله. هل يعبد الله لأنه يستحق العبادة، ولا يعبده طمعا في جنته وخوفا من ناره؟ أنا ذكرت ما عندي. فإيش بقي عندك؟ أنا بقي عندي إنه أنا أخاف الله مثلا. أخاف الله. وأسأل الله وأطمع في جنته. كويس. وأشعر بدافع أنه أحب العبادة، يعني فإذا سجدت أريد أن أسجد ثانية. جميل جدا. هذا هو القصد الذي يعني، لكن يعني هنالك دافع في الإنسان، فطرة، في هذا اللي يعني في الفطرة. معليش يا أخي، لكن هذا الدافع الذي تشعر في نفسك، لو لم تكن نفسك مشبعة بالخوف من ربك والطمع في جنتك، كنت تشعر بهذا الشعور؟ لذلك لابد أن أذكر الآن قصة الرهط، وفيها شيء مما يدندن أو يقترب من الدندنة حول هذا الدافع الذي أنت تتحدث عنه، ولكن لا حجة فيه. جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وجدوا أهله ونساءه، فسألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام، عن قيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه من النساء. فقلنا إنه عليه السلام يقوم الليل وينام. هم كانوا يتصورون يقوم الليل كله. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. يقوم وينام، عجيبة، ويصوم ويفطر. كمان كانوا يتصوروا أنه صائم الدهر، وأيضا يأتي النساء. وعليكم السلام ورحمة الله. قال أنس: فتقالوها، أي وجدوا عبادة الرسول يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويأتي النساء. هذا قليل بالنسبة للرسول عليه السلام، هذا حسب تصورهم. لكن عادوا يعللون ليه الرسول مقتصد في عبادته، ليش بيفطر ما بيصوم الدهر، وليش بينام ما بيقوم الليل كله، وشو بده بالنساء. بعض العلماء بيقولوا ضاع العلم بين أفخاذ النساء. هنا قالوا: هذا رسول الله. هني بيسألوا وهني بيجاوبوا. قالوا: هذا رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الجواب خطير جدا، لولا أنها هفوة يكفر صاحبها. هذا رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم يقولون: ليش الرسول يتعب حاله يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ويترهب وما يقضي شهوته مع النساء؟ ليه؟
الله غفر له. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حط رجليه مهي باربا وانتهى الأمر. ليش التعب حاله؟ أما نحن اللي بيقول عن غزم لازم بقى نجتهد في عبادة الله حتى يغفر الله لنا. قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثاني أنا أقوم الليل ولا أنام. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. وصرفوا.